طالما دخلت هذا الفيديو فأنت مهتم بأنه تطور من نفسك، مهتم بأنه تزيد من مهاراتك، مهتم بأنه تزيد من ذاكرتك، فتابع الفيديو إلى النهاية حتى تحصل على الفائدة من عنده، وإلا إذا ما مستعد تتابع للنهاية فما راح تحصل على فائدة من عنده. سلام شباب وبنات وكل اللي قاعد يتابعوني. فيديو اليوم راح يتحدث عن الذاكرة، انه شلون ازيد من الذاكرة، شلون ازيد من القدرات العقلية. مبدئيا خلينا نتفق على نقطة، انه الجسم البشري بشكل عام معد كونه من الاحياء، اوكي، فمعد بانه يتكيف للظروف اللي هو عايش بها او للظروف القاسية، الظروف اللي تتغير هو مهيئ لانه يتكيف. فالجسم البشري مثلا لما نحطه ب مناطق باردة راح يكون عنده تكيف تجاه درجة الحرارة اللي راح تكون، يعني تكيف نوعا ما، اكو رينج من التكيف. لما يكون بالمناطق الحارة فعنده تكيف تجاه هذا الشيء. واحد اكثر انواع التكيف اللي نشوفها نشوفها بشكل واضح هو نمو العضلات مثلا. يعني احنا كبادي بولدر مثلا أن نروح للجيم حتى نبني عضلاتنا، المبدأ الأساسي اللي يعتمد عليه الجسم أو نعتمد عليه إحنا من خلال الجسم البشري بأنه يزيد الكتلة العضلية هو أنه أنا أحط العضلات تحت ضغط معين هي ما معتادة عليه. بالنهاية هذه العضلة حتى توازن الوزن العالي اللي قاعد يصير عليها وتقدر ترفعه، فبالنهاية العضلة راح تكبر، راح يزداد حجمها من خلال أنه الألياف راح تتمزق، يتم إعادة بناء الألياف وبالنهاية تكبر العضلة، يزداد حجم العضلة. وكذلك بالنسبة للعظام، فالعظام أيضا ممكن أنه تكبر، يكبر حجم العظم، أوكي، حجم كأرض يعني، يكبر من خلال الضغط اللي نسلطه على هذا العظم نفسه. فهذني مثاليا بالنسبة للجسم البشري. المثال الثالث اللي هو الدماغ نفسه. الدماغ يعني يشبهوا احيانا مثل العضله، انه انت ممكن تضغط عليه، تزيد الضغط عليه بنقاط معينه باشياء معينه بحيث انه تزداد قدراته، مثل العضله، لما تضغط على العضله وتزيد من حجمها وتزيد من كفاءتها، فايضا الدماغ ممكن تضغط عليه فتزيد من كفاءته، ما راح يزداد من حجمه، تزيد من كفاءته. عنوان او موضوع الفيديو اليوم هو شلون أنا أقدر أضغط على هذا الدماغ حتى أزيد من قدراته. طبعاً إنه لو بحثت الآن على اليوتيوب راح تلقون غير هذا الفيديو، فيديوهات هواي تتحدث عن هذا الشيء، ولكن أنا شخصياً حبيت اليوم أتحدث عن تجربتي أنا الخاصة، بغض النظر عن الأشياء الموجودة اللي ممكن تشوفوها اللي ممكن تشرح لكم الموضوع بشكل علمي. أنا اليوم راح أشرح لكم هي عن طريق التجربة، كوني واحد من اللي جربوا هذا الشيء وأريد أتحدث عنه بصفة أنه أنا جربته. طيب الموضوع شون بلش أو شون جربته وهو شنو حتى أجربه أساسا. المسألة هي كالآتي، أنه أنا لما تخرجت من المتوسطة للإعدادية ما أعرف شنو اللي صار ذيك الفترة، بحيث أنه انتبهت أنه أنا مقبل على مرحلة إلى حد ما محتاجة جهد. وكانت بالنسبة لي انه قلت بين نفسي انه وقف تسخيط وبلش انه تدرس بشكل فعلي، لانه اساسا كانت نظرتي النفسي، يعني من الصغر صراحة نظرتي النفسي انه اني اريد اصرف شيء بهذا المعنى، انه اريد اجد واجتهد حتى اصير مختلف، حتى اتميز، اريد اتفوق، اريد اتميز، اريد اكون مختلف. فكانت هذه النظرة. فلما وصلت للإعدادية شعرت بجدية المرحلة اللي أنا بيها مقارنة بالسنوات اللي قبلها، فبديت أتعلم، بديت يعني من خلال المحاولة والخطأ، من خلال الالتفات والانتباه لنقاط معينة بزيادة مهاراتي. فواحدة من الأمور اللي لاحظتها واللي فعليا أنه اكتشفت يعني أثرها، شفت أثرها على مستقبل الدراسي، مستقبلي الدراسي ومستقبل دراستي. فمن هاي الأمور أنه مثلا اللغة الإنجليزية، أنا دائما صراحة أتحدث ويمكن كذا فيديو أنا حاجي بي على اللغة الإنجليزية، فأول نقطة جربتها من ناحية اللغة الإنجليزية،
اللغة الإنجليزية المعضلة الأساسية باللغة هي الكلمات، هاي أول معضلة خلينا نقول، أو تعتبر يعني معضلة مو سهلة، أن حفظ الكلمات تكوين المخزون اللغوي، هذا شيء جدا خلينا نقول جدا مهم. صراحة أنا ما أقدر أقول جدا صعب، لأنه بالنسبة لي حاليا مصعب، فما أقدر أقول جدا صعب ولا مثلا كان شيء مستحيل. فبالنهاية أنه تكوين المخزون اللغوي هو التجربة اللي دخلت بها من خلال زيادة الذاكرة وكذا، فأنه من خلال الإنجليش، من خلال حفظ الكلمات، زدت من قدراتي الذهنية وذاكرتي. شون صار هذا الشيء؟ أنه مجرد لما دخلت الإعدادية قلت أني أريد أحسن من دراستي، أريد أزيد من كفاءتي بالدراسة، فبلشت أنه أحفظ الكلمات بطريقة معينة. الطريقة اللي اعتمدتها وكأنه بالنسبة لي مثلا أحفظ 10 كلمات، أول 10 كلمات مثلا حفظتها كانت صعبة، مو سهلة، كانت صعبة، كنت أنساها كل شوية، أنساها أنه أحفظها خلال هاي الساعة، بعد ساعتين ثلاثة أنساها وكأنه أنا ما حافظها، وكأنه أساسا ما مر عليها، أرجع أحفظها من جديد، فعليا أرجع أحفظها من جديد. بعدها بعد ثاني يوم أكتشف أنه أوكي، يعني أكو شو نريد نقول، ضباب معلومات، مو معلومات، أوكي، ضباب معلومات أو خيال معلومات، أرجع شوي أستذكرهن، أراجعهن، أحيانا أكو كلمات أرجع أحفظهم من جديد لصعوبتهن يعني. فشوي شوية بدأ الموضوع يتحسن، أنه ذني 10 كلمات أوكي خلاص تمام، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، ومستمر بالمراجعة. فإذا أريد أشبه الموضوع فهو بالضبط مثل أنه أنت تنحت بصخرة جدا قاسية، هي مثل هذا الموضوع، تنحت بصخرة قاسية. أوكي الصخرة هي صحيح قاسية، صحيح، وصعوبة النحت بها، ولكن لما تنحت شيء، لما تكتب شيء عليها، بعد ما ينزل، يعني راح يثبت هذا الشيء. فهي كانت بالنسبة لي، يعني إذا أريد أشبهها هي بهذه الطريقة. بعدين مرور الزمن صارت المسألة أسهل، صارت أنه ما قدرتي على الحفظ، لأنه شو نريد نقول، أنه صرت أضغط على دماغي لدرجة أنه مثلا أنا أحفظ 10 كلمات، طبعا هي بالبداية كانت أحفظ 10 كلمات، ثاني يوم مثلا أرجع أراجعهن، إلى أنه أريد، أني ما أريد مثلا أنه أضوى على معنى الكلمة وأكتبها، وأضوى على الكلمة وأكتبها، لا، أنه أريد أنسى أي شيء يذكرني بدني الكلمات، وأعتمد على ذاكرتي فقط، بحيث أنسى تماما أنه مثل ما قلت أي شيء ثاني، أي يعني أي وسيلة تذكرني بالكلمات، الموبايل، اللابتوب، الدفتر، أي شيء ذكرني بهذه الكلمات أوخر عني. أريد أستجمع، خلينا نقول، هذا الضباب الموجود والمعلومات، أستجمعه وأكتب الكلمات عن ظهر قلب بدون الحاجة إلى استخدام أي وسيلة ذكر لبدل الكلمات. وكنت مثلا أكتب أوصل 8 وكلمتين أنسى تماما شنو ذني الكلمتين، أظل وكأنه يعني أظل أضغط على دماغي، أريد أتذكر ذني الكلمتين، وبالواقع أستغرق فترة بس أتذكرها، بالنهاية تطلع عندي 10 كلمات. تابعت طبعا هذا الموضوع بهذه الطريقة، 10 كلمات، 10 10 10، صارت عندي مخزون لغوي، قمت يعني الدفتر، خلي الدفتر خاص فقط للكلمات اللي حافظهن بهذه الطريقة. بعدين سويت ملف على اللابتوب، مرة رويتكم إياه هذا الملف، فبهذه الطريقة صارت. لما تقدم الموضوع أكثر، قمت أنه مثلا أنه أقعد الصبح الساعة مثلا 6 5، حسب كونت، يعني كنت أستغل الأوقات اللي يكون بها دماغي صافي تماما، وأقعد أحفظ هذه الكلمات، توصل الكلمات اللي أحفظها بنفس اليوم ل60 كلمة، أكثر من 60 كلمة همادين أحفظ. صحيح ما رح أحفظهم بكفاءة عالية، بس أنا معتمد على الطريقة اللي اكتشفتها، وما أعرف صراحة بذيك الفترة إنه شنو اللي خلاني أكتشف هذه الطريقة، بس إنه المهم مشيت بهذه الطريقة. فستين كلمة إنه أحفظهن بنفس الوقت، استغرق حفظهن 2 ساعة 3 ساعات، ولكن بالنهاية إنه أحفظ 60 كلمة. طبعاً من نال الليل إنه 60 كلمة يمكن تكون تبخرت منها على الأقل 20، أوكي، 20 صارت مو ضباب، صارت
هوى بشكل فعلي هوى، ولكن أرجع أراجع تثبت إلى حد ما بشكل جسمي. ثاني يوم أراجع الستين الوضع أحسن، ومثل ما كان قبل إنه العشر كلمات ثاني يوم أظل أجمع ضباب، لا صار الوضع شوي أحسن. ثالث يوم المسألة أيضا مختلفة، وأقعد بنفس الطريقة مال العشر كلمات، أبعد عني أي وسيلة تذكرني بدني العشر كلمات، وأقعد أستذكر كلمة كلمة. أنا متأكد إنه أنا حافظ 60، فأنا أريد 60 كلمة تكون موجودة عندي على الدفتر، والستين كلمة أكيد إنه أنا يعني أكيد راح أعرف من الكلمة اللي أكتبها، أعرف إنه أنا حفظتها البارحة وقلت البارحة، مو إنه أكون حافظها مسبقا ومجرد أكتبها، لا راح يكون يعني سهلة نتأكد من هذا الشيء. فبهذه الطريقة بعدين أراجع إنه فعلًا إنه أنا كتبت نفس دني الكلمات، فعلًا إنه أنا كتبتهن تمامًا هن 60، وبهذه الطريقة. فصارت المسألة هي بهذا المعنى، إنه صرت شلون أريد نقول إنه أريد المعلومات دائمًا تكون على مقدمة لساني بهذا المعنى on the tip of your tongue. فدائمًا أريدها على دائمًا أريدها حاضرة، المعلومة أريدها حاضرة. دائما هيك كنت افكر انه اريد المعلومه حاضره، اريدها حاضره، أريد اول ما اريد هاي الكلمه راسا اقدر استخدمها، وكانه فايلات موجوده بصفي منتشره على المكتب، انه وقت ما اريد منتشره مرتبه على المكتب، انه وقت ما اريد كلمه معينه راسا اسحبها واستخدمها بهذه الطريقه. فبلش الموضوع بالانجلش، شوي شوي ازداد الموضوع اكثر، انتقل الى العلوم، باقي العلوم. فصارت مثلا انه دراستي للفيزياء، مثلا الفيزياء الفصل ككل صرت يعني ادرسه وافهمه واحفظه. الحفظ يجي بعد الفهم، ويصير الحفظ بطريقة انه انا اريد اتحدث عنه او اريد اشرحه مثلا الشخص معين بهذا المعنى. فأصير إنه أقعد بمكان، عادة صراحة أقعد بمكان مظلم، يعني أطفي الأضوية، مكان هادئ ما حد يعني يقاطعني، يقاطع أفكاري، يقطع سلسلة أفكاري إلى آخره، وأصير أتحدث عن هذا الفصل بشكل كامل كله. بعد طبعا إنه يمكن ما أخذ من عندي هذا الفصل أسبوع أو أسبوعين حسب يعني دراستي بالمدرسة، أو ما أخذ يمكن وقت أكثر من هذا، ومو مهم طول الفصل إيش قد، المهم إنه أنا أريد أقعد بهذه الغرفة المظلمة بهذا الجو الهادئ، إنه أستذكر كل تفصيلة صغيرة كانت أو كبيرة، مهمة أو مو مهمة عن هذا الفصل ككل، وأربطهم مع بعض، بحيث طبعا أتحدث بصوت عالي، بحيث إنه اللي يسمع كلامي رح يكون فكرة، ويمكن يكون الفكرة التامة. يعني أحاول أوصل الموضوع لهذا المستوى. فتطورت عندي مهارات كثيرة من هذا الشيء، مو بس مهارة الحفظ والذاكرة، تطورت عندي مهارة أنه أنا من أريد أشرح الشخص أقدر أفهمه، أقدر أخليه يستوعب على الكلام اللي أنا أقوله، كلام يكون دقيق بحيث أصور له الموضوع بطريقة صحيحة، بطريقة تصل إلى دماغه، تصل إلى عقله بهذه الطريقة. فكنت أستخدم هذه الطرق، زادت عندي الذاكرة، قدراتي العقلية زادت، زاد استيعابي، زاد فهمي، هواي ازدادت عندي شغلات. والنقطة اللي استفدت من عندها يعني later بعدين انه هي قل وقت دراستي. اوكي، يعني من تجي مثلا لباقي الطلاب انه اشوفهم خلال السنة ككل، مثلا عدد الساعات اللي يدرسها اكثر بكثير، اوكي او مو اكثر، خلينا نقول اكثر من عدد الساعات اللي انا ادرسها، مع العلم ان النتيجه النهائيه انه هذا الطالب يمكن يروح ينتهي، يمكن طلع درجه اعلى من عندي ممكن، ولكن بالنهايه انه انا المواد اللي درستها القت بالذاكره، القت انه صارت الشعور اللي نقول جزء من ممتلكاتي بهذا المعنى. فصار عندي يعني نوع من خلينا نقول الشعور، صار عندي التفوق، التفوق كيوميولاتيف يعني تراكمي. يعني مثلا انه نفرض انه مثلا الطالب العادي اذا يكون عنده امتحان باشر مثلا، اوكي، او يكون عنده امتحان بعد اسبوع، راح يقرا كل الماده، بس مو مهم انه يضبطها بالطريقه اللي يعني اضبطها بيه، فهمت الفكره؟ فيقرا كل الماده، يروح يمتحن، يجيب مثلا درجه كامله،
بس أنا أقرأ مو كل المادة، أقرأ جزء من المادة، خلينا نقول بنسبة 70-80%، أروح أمتحن أجيب 95-90 بهذه الطريقة. صح هو تفوق عليه من ناحية الدرجة، بس أنا تفوقت عليه من نقطة، أنه مثلا هذا الامتحان يكون شهري طبعا، بعدين بامتحان نص السنة يكون أنا مثلا كذا امتحان شهري، من أجي بعدين أمتحن امتحان نص السنة أكون أنا 70-80% من المادة فاهمها بطريقة جدا جيدة أو ممتازة، فاهمها بطريقة ممتازة. يبقى مثلا 20% من المادة هي اللي راح أواجه صعوبة بيها، ويكون عندي الوقت الكافي حتى أعالجها بنفس الطريقة، بنفس الطريقة اللي عالجت بيها 80%. بهذه الطريقة أنه هذا الطالب راح يرجع طبعا على نفس طريقته، الطالب المناظر راح يرجع بنفس طريقته أنه يقرأ المادة من جديد، لأنه غالبا راح يكون ناسيها، لأنه هي ما ألقى بذاكرته، هو أساسا درسها بمجرد الامتحان. وهذا الشيء احنا نشوفه هواية، أو أغلب يمكن اللي راح يشاهدون هذا الفيديو أنه كثير من عندهم أنه يقرأ بوقت الامتحان، ذاكرته لوقت الامتحان، بعد وقت الامتحان خلاص تروح الذاكرة. وطلاب السادس أيضا يواجهون هاي النقطة، أنه طريقة دراستهم يكون يعني مثلا استغرب أنه فترة المراجعة وكأنه هو راح يبدي يدرس المادة من أول وجديد، فاستغرب من هاي النقاط. طيب، فأنه من خلال هاي الأمور، من خلال هاي المهارات اللي مريت بيها، أو خلينا نقول المهارات اللي اكتسبتها، تكونت عندي صار عندي فتشي أنا يعني متفوق به بهذا المعنى. يعني مو قصدي أتبجح أو قصدي أنه أقول أنني مميز، لا، ولكن هي الفكرة أنه قاعد أنقلكم التجربة. أنا أتمنى أنه كلكم يعني كلكم تكونون متفوقين، كلكم تكونون متميزين، ونكون عبارة عن متفوقين متميزين فقط. ولكن هي بالنهاية أنه راح يعتمد على أمور كثيرة، يعني الشيء اللي أنا سويته والشيء اللي أنا طبقته والطريقة اللي أنا درست فيها طريقة صعبة، مو سهلة أبدا، مو سهلة، أنه صعبة أنه أنا مثلا 60 كلمة أحفظهن وأظل أحفظهن لمدة 5 أيام أو أسبوع، أو أنه حتى مثلا أنه خلال شهر مثلا كم كلمة حافظ، خلينا نقول 300 كلمة، ما راح أضخم الموضوع أكثر، خلينا نقول حفظت 300 كلمة، ذني 300 كلمة لازم يعني لما يخلص الشهر أراجعهم كلها، انه دائما ماكو مثلا كلمة اتركها، لا، دائما لازم اكو مراجعة. فيصير مثلا اول شهر انا كونت 300 كلمة، فمن يخلص الشهر اراجعهم كلهن، ثاني شهر كونت 300 كلمة ثانية، فمن يخلص الشهرين امر مرور جدا سريع على ال 300 كلمة الاولى بالشهر الاول، ولكن المرور يكون ابطأ على 300 كلمة بالشهر الثاني، وهكذا. فالمسألة أنه دائما أنا أريد المعلومات تكون حاضرة، حتى من ناحية أنه باقي المواد مثلا أنه أنا در الرياضيات مثلا مال السادس، صراحة كلش حابب أتحدث عن طريقة دراسة الرياضيات، هي راح تختلف عن هاي، ولكن مجرد أنه أكو فد أمور معينة صارت بالرياضيات بشكل خاص. فالمهم أنه أدرس مثلا أول 3 فصول أنه أكملهن تماما أفهمهن تماما، أوكي، هي فكرة تماما يمكن، لأنه أساسا إحنا المعلومات مو عندنا كلها كاملة، بس أنه القصد اللي موجود بالكتاب أفهمه لدرجة عالية، أوكي، مو درجة قليلة، درجة عالية. فهمي إلى بهذه الطريقة راح يساعدني على أنه أتذكر المعلومات، تتسلسل عندي الأفكار، يكون عندي أنا قاعد أتحدث عن قصة. فالذاكرة بشكل أساسي، أو خلينا نقول أنه المسألة كانت معتمدة بدراسة المواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات، هو أنه أتصرف معها كأنه قصة كاملة. أكيد 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 إذا أنا هسه مثلا أعطيك 20 كلمة، 20 كلمة مو كمية كبيرة من الكلمات، ولكن أعطيك 20 كلمة باللغة العربية مثلا، مو باللغة الإنجليزية، 20 كلمة باللغة العربية، أقول لك احفظ لي إياهم، راح تحفظهم، ولكن بعد مرور فترة بسيطة يمكن تنساهم. ولكن لو أخلي لك ذني 20 كلمة بطريقة قصة، خلينا نقول ما أعطيك قصة من 20 كلمة، لا، قصة من 200 كلمة، وأقول لك إنه هاي القصة أنت أقرأها وأريد تركز لي على نقاط معينة، على مفردات معينة، فأنت راح تكون القصة أسلس عندك من حفظ 20 كلمة
أوكي 20 كلمة بشكل منفرد، بشكل منفصل، بشكل متشتت، ماكو ربط بين الكلمات. فالمسألة أنه أنت تحاول تصيغ المعلومات اللي عندك بطريقة كأنه تكون قصة، فصير ربط المعلومات يخليك تفهم أوكي وتحفظ وتتذكر المعلومات بشكل أسلس. فيعني راح أوضح لكم، يعني راح يكون هذا آخر، خلينا نقول آخر قصة أو آخر موضوع أتحدث عنه بما يخص الذاكرة. أوضح لكم في النقطة معينة. كمثال نفرض أن هاي الغرفة دي أنا بيها، طبعا هاي الغرفة بيها تبريد، بيها شاشة، بيها ناس تواليت، معروف ناس تواليت شائع يعني كل احنا نقولها، بعرف المهم بهذا الميز اللي بمراية، بيها كنتور، بيها كراسي اثنين وهكذا، اوكي وبيها جبال. فمثلا لنفرض انه انا اريد انقل هاي الغرفة كلها، اوكي اريد يعني الاثاث كلها من هاي الغرفة انقلها الى غرفة ثانية. فابدي انه ابلش انه انقل بشكل راندملي، بشكل عشوائي، او انقل كل الغراض الموجودة بهاي الغرفة بهذيك الغرفة. ولكن لو رجعت اريد اتذكر يا غرض نقلت اول ويا غرض نقلت بعدين، راح يكون صعب او يمكن مستحيل، ممكن يكون صعب ممكن يكون مستحيل. ولكن لو اجيت اني خليتها بطريقة مختلفة، اجيت نظرت للتبريد قلت التبريد هو عبارة عن قلب الغرفة، فانا راح انقل القلب اول شيء. اوكي خليت ببالي انه التبريد قلب الغرفة، فكونت وكأنه قصة، نقلت التبريد أول شيء أو التكييف أو الأي سي باللبناني، فنقلت هذا التكييف أول شيء، نقلت أول شيء قلب الغرفة، بعدين أنقل الشاشة اللي هي خلينا نقول التسلية الموجودة بالغرفة، خلينا نسميها بهذا التسمية، التسلية الموجودة بالغرفة أنقلها، أنقل ميز التواليت وأعطي مثلا فد يعني فد تسمية معينة، فد لقب معين، بحيث تكونت عندي قصة. أول شيء القلب، بعدين التسلية، وخلنا نقول بعدين العيون، ما أعرف طيها في التسمية معينة، وبعدين ميز التواليت، بعدين الراحة اللي هي التربايا، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، وكل واحدة طيتها تسمية، وكأنه سويت عملية نقل الغرفة هي قصة، مع أنه هو ماكو قصة. أنا ابتدعتها بطريقة بحيث أنه قدرت أحفظ الترتيب، ياهو أول وياهو آخر بهذا المعنى. فهاي كل الفكرة، يعني حاولت صراحة أوصل لكم يعني المعنى لهذه الطريقة. طبعا اللي تسووه شنو، أنا شرحت لكم اللي سويته، أوني تقدرون تسوون نفس الشيء أو تبتدعون طرق أنتوا تزيدون من قدراتكم ومن ذاكرتكم. ولكن اتذكروا دائما أنه لازم يكون أكو ضغط، وأحد أفضل الطرق أنه أنت تسكر الكتاب، تسكر الملزمة، تسد الملزمة، تسد أوكي كل شيء، تسد ما تخلي أي شيء ذكرك بالمادة غير بس المادة موجودة بدماغك، تغمض عيونك تبدي تتذكر المادة، تمر تعتبرها وكأنه هي تمرين، تدريب، إنه تدريب لازم تمر به، تدريب أنت تريد تتدربه حتى تكون أشطر، حتى تكون أقوى، حتى تزداد مهاراتك، حتى تزداد ذاكرتك، حتى تصير متفوق أكثر، تتميز أكثر. وهذا الفيديو طبعا موجه لكل طلاب العلم، وصراحة انه انا هو قاعد اشوف اشخاص انه يعني ما يطبقون هذا الشيء، ويمكن ما منتبهيله، اكو اكيد اشخاص منتبهيله، ولكن اكو الاكثرية ما منتبهيله. وبنفس الوقت انه هذا الشيء لما نطبقه صدقني راح يقلل الوقت اللي تحتاجه حتى تدرسه، لانه راح يكون استجابتك سريعة، استجابتك سريع، استلامك للمعلومة سريع، حفظك سريع، أخذك للمعلومات سريع. وهذا الشيء أنا عن تجربة جربته ويعني ومستمر عليه، وراح أطور بعد أكثر من عنده إن شاء الله بالسنوات السابقة، بالسنوات الجاية، لأن السنوات السابقة صراحة كانت شوي بها ربكة، إلى حد ما كان عندي أوضاع ما مستقرة، فإن شاء الله القادم أفضل، وراح أزيد أكثر وأزيد الضغط على دماغي أكثر وأزيد على نفسي أكثر، وأضغط على نفسي وأضغط على أضغط وقتي هماتيا بهذه الطريقة حتى يكون تميز أكثر. فإحنا دائما نريد من جيد إلى ممتاز، من جيد جدا إلى ممتاز، من ممتاز إلى أكثر ممتاز أو امتياز، أوكي بهذا المعنى.
أشوفكم في فيديو آخر، ما أعرف الفيديو الآخر رح يكون عن شنو، ولكن نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر.